ناشدت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإطلاق المعتقلين في سجن المكلا المركزي في حضرموت. كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل لمنع عمليات الانتحار الجماعية التي بدأ بتنفيذها موقوفون داخل السجن احتجاجاً على ظروف توقيفهم المأساوية وعدم حصولهم على حقوقهم القانونية والممارسات اللا إنسانية التي تمارس ضدهم داخل السجن المركزي في المكلا. للوقوف على هذه الدعاوى والمشكلة الإنسانية في سجن المكلا، أرحب بمدير منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. توفيق الحميدي، أنتم تحدثتم عن هذه الظروف المأساوية في سجن المكلا، فما الوضع؟ يعني ما المعلومات التي تتوفر لديكم حول حقيقة الوضع الإنساني في سجن المكلا ودعاوى محاولة بعض المعتقلين الانتحار؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أخي الكريم، في سجن المكلا هنالك مأساة إنسانية بسبب مجموعة من الظروف. أهم هذه الظروف أن هنالك عملية إضراب قضائية وقفت إجراءات التقاضي للمعتقلين، وبالتالي فقدوا الأمل بتسريع محاكماتهم للإفراج. إضافة إلى أن هنالك معتقلين لديهم مدد طويلة جدا، ربما من قبل ثورة الربيع العربي. إحدى النساء تتحدث بأن زوجها معتقل منذ ما يقارب 18 سنة بدون أي محاكمة حتى الآن. أضف إلى ذلك أن هنالك معاملة لا إنسانية، لأن كثير من الذين موجودون أو موقوفين في سجن المكلا هم معتقلون أوتي بهم من كثير من السجون، بما فيهم سجن سيئون أو ما يسمى بسجن الطين وهو تحت إشراف القوات السعودية، أو من مطار الريان الذي اتخذ كسجن يتبع القوات الإماراتية. نعم. ومورس فيه تعذيب مهين. أضف إلى ذلك أن المعتقلين في سجن الريان صدرت في حق بعضهم أوامر قضائية بالإفراج دون أن يتم تنفيذها. أنا لدي معلومات عن معتقلين من المفترض أن يفرج أو يخرجوا قبل سنتين ونصف، والبعض من المفترض أن يخرج قبل سنة، والبعض تم الإفراج عنه ولم يتم الإفراج عن قريبه. طيب، والذي ما زال في السجن ما تهمته؟ يعني لماذا يحتجز هؤلاء المعتقلون؟ أنا بحسب معلوماتي أن هنالك تهم متعددة، هنالك بعضهم بتهم القاعدة والبعضهم بتهم جنائية. يعني الذين تم حسب معلومات التي توفرت لدي بالأمس أن الذين حاولوا الانتحار اثنين منهم لديهم قضايا جنائية لا علاقة لها بقضايا الإرهاب على سبيل المثال. وبالتالي بسبب أن الناس داخل السجن بدأوا يفقدوا الأمل في الإفراج، الأمل في المحاكمة بسبب الإضرابات، عدم تلبية مطالب القضاء، النيابة العامة إلى غير ذلك، إضافة إلى إجراءات أخرى. لدرجة أن لدي شهادات إحدى الأمهات عندما تسمعها تقطع القلب، تتحدث عن حال ابنها عندما شاهدت أوردته كانت بسبب آثار الانتحار. هنالك ثلاثة حاولوا الانتحار، أحدهم لم يعد حتى هذه اللحظة ولا يعلم مصيره، هل هو في حالة خطيرة جدا أم ربما يكون قد توفى. وبالتالي طب لماذا، سؤال توفيق، لماذا المكلا يعني تعتبر في محافظة حضرموت هادئة نسبيا بعيدة جدا عن الحرب، لماذا تحصل كل هذه الانتهاكات الفظيعة؟ المكلا من هذه الناحية هي تحت إشراف الإمارات، صحيح كان هنالك القاعدة في عام 2017 تم تحرير المكلا أو استعادتها من القاعدة، ثم بدأت عملية انتهاكات أو اعتقالات واسعة لمتهمين بالقاعدة، لكن الإشكالية أن هؤلاء الذين وجهت ربما لهم تهم لم يتم محاكمتهم حتى الآن، يعني ولا لا يعرفون هذه حقيقة هذه التهم، الأدلة التي عليها. وبالتالي هنالك اليوم إشراف إماراتي واضح، لا لا يعني نحن لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن سلطة التنفيذ أوامر الإفراج بل والإفراج نفسها تتبع سلطة الإمارات العربية. بأي شكل، يعني ما هو الشكل أو التوصيف الإداري داخل حضرموت لتأثير الإمارات أو لسلطة الإمارات على هذا السجن؟ لا توجد أي تأثير إداري وفقا للقانون اليمني إلا سلطة تأثير النفوذ الإماراتي. أنا أضرب لك على سبيل المثال
القصة التالية، أحد الأبناء اختطف ثم غاب، قيل بأنه ذهب إلى الريان، نزلت أسرته تبحث عنه في الريان لم يجدوه. المعلومة توفرت بأنه في معتقل بلحاف الذي أثيرت حوله الكثير من الأسئلة. ذهب الأسرة إلى معتقل بلحاف. طبعا أنا أحتفظ بالأسماء والقصص والروايات والتفاصيل والتواريخ كلها. نعم. ذهبوا إلى بلحاف، التقوا بضابط إماراتي حتى وصفوا شكله وعمره إلى آخره. فلما تحدثوا أن ولدهم صغير ربما لم يبلغ 18، راجع المعلومات قال لا يمكن أن يكون هذا معتقل، ثم تبين أنه معتقل، ثم قال سيتصل لكم بعد 3 أيام أربعة أيام. ثم أعيد إلى المكلا في سجن الريان، وتم الاتصال بوالدته أو بوالده بواسطة التلفون. في داخل المكلا هنالك عملية تحقيقات ربما يعني إذا جاز التعبير محققين غير يمنيين يتبعون بعض الدول، أنا لا أريد أن أفصح عنها لأننا نحقق في هذا الجانب. بمعنى أصبحت السلطة اليمنية سلطة ضعيفة جدا. طيب هل هذا الأمر توفيق ينسحب على المكلا فقط، يعني التأثير الإماراتي على المعتقلات داخل اليمن؟ طبعا نحن عندما نتحدث عن الإمارة نتحدث عن مجموعة من السجون ربما تتبعها الإمارة وتمارس عليها نفوذ، سواء كانت هذه المعتقلات في عدن أو في المخا أو في بلحاف شبوة أو في أبيان أو في المكلا، في سجن الطين أو حضرموت عندنا في اليمن تسمى حضرموت الداخل، سيون تحت إشراف المملكة العربية السعودية. إحنا لدينا تقرير سيصدر في بداية إبريل عن يمنيون خلف السجون السعودية، وهذا يتحدث عن يمنيون إما في سجون داخل اليمن أو في سجون على الحدود الجنوبية أو يمنيين اعتقلوا في الرياض أو اعتقلوا في اليمن ونقلوا إلى السجون السعودية. يعني هنالك اليوم إشكالية يعني انتهاكات مريعة للأسف الشديد. الإمارة ما زالت سلطتها باقية حتى الآن، حتى هذه اللحظة أنا لدي شهادات موثقة وستصدر في تقرير عن يمنيين تم نقلهم إلى خارج اليمن، يعني إلى عصب في إريتريا. يعني النفوذ اليوم أكبر يمارس، حتى هنالك أنباء عن سجون موجودة في بعض الجزر لم نتأكد منها بصورة يقينية، لكن ما زال نفوذها. الإمارات لديها بشهادة أنفسهم 200,000 مقاتل داخل اليمن يدعمونهم بالمال بالسلاح بالنفوذ. طيب. بالدعم السياسي والعسكري على حد سواء. هذه الانتهاكات توفيق التي تم توثيقها إلى أي مدى ترقى لمستوى أن تكون جرائم حرب؟ ربما أنا أقول أن المشترك بينها كلها جرائم التعذيب. جرائم التعذيب هذه ترقى إلى جرائم حرب، وبموجب اتفاقية مكافحة التعذيب فإن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وخاصة الدول الأوروبية ملزمة أو بفتح ملفات أو جنائية ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم. ولذلك نرى أن بعض اليمنيين لجأوا إلى القضاء الفرنسي إلى القضاء البريطاني، لأن هنالك ولاية شاملة لهذه الدول خاصة لجرائم التعذيب. أنا أتحدث اليوم عن هذه السجون كلها مورست فيها عملية تعذيب سواء على المستوى النفسي أو على المستوى الجسدي، وما زال آثارها حتى اليوم. ما زال أحدهم يعطيني الصور لقلع أظافر حتى هذه اللحظة، يعني ما زالت آثارها باقية حتى اليوم. هنالك تحركات من معتقلين كانوا في بلحاف أو هنا أو هناك، وهذا الذي يجعل هذه الجرائم محل اهتمام دولي وعالمي على حد سواء. شكرا لك الناشط الحقوقي ومدير منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي.